فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا موظف حكومي وليس لدي رصيد إجازات اضطرارية، فحصل لدي ظرف طارئ أجبرني على الغياب ليوم كامل، فقمت بإحضار تقرير طبي بأنني كنت مريضا ولست مريضا، ثم أخذت راتب ذاك اليوم وتصدقت به، فهل فعلي هذا صحيح؟ والله يا أخي هذا النظام، إحنا ما نتدخل بالنظام، إذا اسمح لك بهذا نظاما لا بأس، أما إذا لم يسمح لك فما ما تستحقه. نعم.